مراجعة خطة المراقبة والتقييم الخاصة بك. تتضمن هذه المرحلة مراجعة خطة المراقبة والتقييم بهدف متابعة التقدم في العمل والتأكد من أن المخطط المتبع ما زال متوافقاً مع أهداف المشروع. يوصي الخبراء بمراجعة خطة عمل المراقبة والتقييم بشكل دوري للتحقق من الأمور الآتية: 1. مدى وصول الأنشطة للنتائج المرجوة. 2. تحديد ما يجب تطويره أو إضافته أو تغييره في كل مرحلة من مراحل دورة حياة المشروع. 3. إعادة النظر في الميزانية والتأكد من إنفاق الأموال المخصصة بشكل مناسب وشفاف. 4. مراجعة خطة المراقبة والتقييم بانتظام، ما يسمح لأعضاء الفريق بمعرفة ما إذا كانوا يؤدون واجباتهم ومسؤولياتهم وفقاً للأدوار الموكلة إليهم. 5. بالإضافة إلى ذلك، تساعد مراجعة خطة عمل المراقبة والتقييم الأفراد الجدد في فريق العمل على فهم المشروع ودورهم التنفيذي بدقة أكثر. لمعرفة المزيد، تابعوا سلسلة التدريب على نظام المراقبة والتقييم على الرابط التالي.